السلام عليكم أصدقاء، تحياتي لجميع الطلبة المقبلين على المباراة ديال التعليم. اليوم غادي نكملوا التوصيف ديالنا المجال الفرعي الثاني اللي هو علم النفس التربوي. إذا نتكلموا على علم النفس تنتكلموا هنا على واحد العلم يدرس السلوكات الفردية على المستوى السيكولوجي والأبعاد ديالها وكيفية بناء ديالها. لكن متى نقول علم النفس التربوي؟ أي العلم الذي يدرس الطريقة التي يستقبل بها التلاميذ المعرفة وكيف يتعلمون على المستوى السيكولوجي وعلى المستوى الذهني، أي كيف يدركون المعرفة. إذا داخل التوصيف اللي عندنا هنايا اللي هو علم النفس التربوي، عندنا نظرية التعلم. طبعا هنايا في التوصيف ذكروا لنا واحد أربعة النظريات أساسية اللي كانت معروفة في مجال علم النفس التربوي. النظرية الأولى هي علم النفس السلوكي اللي كانت شهرت عند جون واتسون بابلو. كذلك عندنا النظرية البنائية اللي هي ديال جون بياجي، وعندنا النظرية السوسيو بنائية ديال فيغوتسكي، إضافة النظرية المعرفية وما يسمى الميتا معرفة، وما نساوش كذلك النظرية الجستالتية. علم النفس السلوكي يرى بأن السلوك الفردي يتم بناؤه من خلال ما يسمى المثير والاستجابة، والهدف ديال السلوكية هو توقع السلوك قبل حدوثه. وهنا تنتكلم على مجموعة ديال المفاهيم اللي غتطورها النظرية السلوكية بناء على تجارب علمية، لأنه كثير من التجارب اللي قاموا بها علماء النفس السلوكي قاموا بها على الحيوانات وحاولوا يسقطوها على الإنسان من خلال ما يسمى نظرية المثير والاستجابة. هذه النظرية بدأت مع بابلوف العالم الروسي من خلال ما يسمى نظرية الاشتراطية، من خلال التجارب ديالو اللي قام بها على الكلاب من خلال ديك العملية ديال المثير والاستجابة اللي هي الطعام واللعاب. الطعام هو مثير غير شرطي واللعاب استجابة غير متعلم. يعني هنا هذاك البندول اللي هو ذاك الجرس مثير شرطي، إذا تكرر قبل الطعام تعطينا واحد اللعاب سائل. إذا الفكرة المركزية عند بابلوف أنه كل مثير إذا تكرر بزاف المرات تؤدي لواحد الاستجابة، فبالتالي تولي عندنا تعلم تراثي كما يسميه بابلوف. ومن جهة أخرى عندنا نظرية التعلم عند جون وات، هذا كذلك بسيكولوج أمريكي معروف النظرية السلوكية. اعتبر أن التعلم يخضع لقانونين أساسيين، قانون التدريب ما يسمى الميران أو الممارسة، قانون الأثر، أي أن كل حاجة تنديروها بزاف المرات وتتكرر تعطينا واحد الأثر رجعي، هو اللي فكرت عليها بابلو، وهي ما يسمى المثير والاستجابة، ولكن هو سماها الأثر الرجعي، بحيث تصبح مسجلة في الذاكرة، وكلما أردنا أن نقوم بالسلوك تعود تلك الذكريات المسجلة إلى التكرار. وبشكل عام أشهر نظرية في المدرسة السلوكية هي نظرية سكينر، الذي يرى بأن التعلم هو عبارة عن عملية تعديل السلوك بشكل متواصل انطلاقا من استجابات سلوكية مرغوب فيها بفعل اشتراط إجرائي، يعني لك الفكرة ديال المثير والاستجابة. وترتبط نظرية سكينر بمجموعة من المفاهيم أساسية خصنا كنا ننتبهوا لها، اللي هي مفهوم السلوك اللي هو استجابة ناتجة عن مثير المحيط الخارجي طبيعيا كان أو اجتماعيا، وعندهم مفهوم آخر اللي هو المثير والاستجابة، أي العلاقة بين المثير والاستجابة شبه ميكانيكية تصدر عن كائن بشري. ثم عندهم مفهوم الإجراء اللي هو سلوك له آثار ملموسة في الوسط الاجتماعي، والتشريط الإجرائي اللي هو المثير يفرز استجابة سلوكية. وعنده فكرة أساسية بأن هناك التعزيز والعقاب، يعني هو التعزيز يكون لبناء سلوك مرغوب فيه والعقاب لدرء سلوكيات غير مرغوب فيها، وهذه الفكرة الأساسية عند سكينر في عملية التعلم. إذن بهذا المعنى فإن النظرية السلوكية تركز على بناء نماذج ديال التعلم من خلال مجموعة من المثيرات ومجموعة الاستجابات التي نرغب فيها فنعززها لدى المتعلم. لكن المشكل اللي وقعت فيه السلوكية هي أن اعتبرت أن السلوك البشري هو سلوك ميكانيكي، يعني شبيه بسلوكيات الحيوانات أو السلوكيات ديال البرامج بحال الحاسوب. لكن السلوك البشري يتميز بنوع من الدينامية، نوع من الفعالية، ونوع من الذاتية، وهذا ما ستطوره كثير من النظريات الأخرى مثل النظرية الجستالتية والنظرية البنائية والسوسيو بنائي. إذا ننتقل إلى النظرية الجستالتية، الجستالتيزم اللي من الرواد ديال ماكس فيتمر وكيرت كوفكا. هذه النظرية هذه على النقيض ديال النظرية السلوكية، اعتبرت أن الفهم لا يتحقق إلا بالإدراك الكلي، وهذا ما يجعلهم ينتقدون السلوكيين الذين اعتبروا أن الجزء هو المحدد للكل، لأن المعاني الجزئية لا يمكن فهمها إلا في سياقها الدلالي الكلي، إذ يتولد المعنى من خلال هذا الكل الذي يتضمن العناصر والوظائف والعلاقة. هنا مع النظرية الجستالتية غتولي المعرفة بنية متكاملة، يعني فيها الجانب ديال الإدراك وديال الاستبصار. والمفاهيم الأساسية من النظرية الجستالتية هي مفهوم الإدراك perception، اللي هو استنتاج القواعد والقوانين والعلاقات بين العناصر البنية الكلية. طبعا المتعلم يتأثر بالمحيط الخارجي، بالمدرسة، بالتفاعلات القائمة، ولكن هذا الشيء كله يدخل في ذهنه من خلال بنية، وهذا هو تسميه الاستبصار، اللي هو لحظة إدراك الموضوع في كليته بسهولة ويسر بناء على اليقظة الفكرية. إذا ماشي عندنا واحد التعلم وفق النظرية الجستالتية، غتشوفوا معنا هنايا مجموعة النقط.
أول نقطة وهي الفهم. التعلم عن طريق الفعل يظل راسخا لأنه تحقق بالنتائج مترتبة عنه. الاشتراك، التعلم بيكون باشتراك المتعلمين أثناء عملية التعلم. ثم مسألة الدافعية والحافزية، التعلم تحتاج إلى رغبة داخلية خص المتعلم يساهم فيها باش يقدر يلقى واحد المعرفة. ثم عندنا مسألة التعميم، أي قدرة المتعلم على نقل تعلماته إلى وضعيات مشابهة. ثم عندنا أخيرا عملية إعادة التنظيم، أي إعادة تنظيم الإدراك وهيكلته على المستوى الدين. الفكرة اللي بغيت نقول هنا بأن السلوكيين ركزوا على تجارب الحيوانات باش يعطونا واحد النظرية في التعلم، لكن المشكل ديالهم هو أن الوعي الإنساني يتميز بالقدرة على الاستفسار اللي هو أساس عملية التعلم، يعني وضع رؤية، وضع هدف، وضع تصور من أجل عملية التعلم وعملية المعرفة. لأن الحافز الخارجي يتوقف، وعندما يتوقف قد لا يستمر التعلم، لكن عندما يكون لدى المتعلم استبصار داخلي ويكون لديه رؤية داخلية، فإن حتى ولو لم تكن الحوافز الداخلية فإنه يستمر في عملية التعلم. إذا يدنا واحد المقارنة بين النظرية السلوكية والجشتالتية، فالنظرية السلوكية التعلم عندها فعل مشترك بين الإنسان والحيوان، والتعلم هو عملية سلوكية تتم خلال التعزيز والمكافأة، يعني عامل إيجابي لتحقيق التعلم. لكن في النظرية الجشتالتية الحيوانات لا تدرك تعلماتها، لأن التعلم عندها عملية فهم خارجي، أي عملية سلبية، ولكن التعلم عند الإنسان تتحقق من خلال عملية الاستبصار وعملية الإدراك الداخلي. ودابا نمشيو للنظرية البنائية، وتعتبر النظرية البنائية من أهم النظريات الكبرى في سوسيولوجيا التربية، واللي عليها تبنت الكثير من المقاربات المعاصرة. من الرائد ديالها هو جون بياجي، عالم نفس وإبستيمولوجي سويسري. بالنسبة لجون بياجي غادي يكون المعرفة تبنى من خلال مجموعة من التراكمات. أول مسألة غنتفهموا عليها أن الذهن البشري يدرك الأشياء من خلال بنية، أي خطاطات ذهنية يمتلكها الفرد من خلال التنشئة الاجتماعية التي ينتقل فيها من 4 مراحل: مرحلة ما قبل الإدراك، الإدراك الحسي، ثم الوعي الخارجي، ثم المرحلة ديال التجريد. يعني أن القدرات اللي كاينين عند الفرد، أي ديك الخرائط الذهنية وديك الإمكانيات اللي عنده، تحتاج إلى أن تتكيف لأدابتاسيون وتندمج مع المحيط الخارجي باش تخلق لنا واحد التوازن اللي هو نجاح الفرد في توظيف الإمكانيات ديالو الذهنية مع المتطلبات الخارجية، وتسميها جون بياجي التنظيم الذاتي. وذلك من خلال عنصرين: أول حاجة هو التمثيل اللي هي أسيميلاسيون، يعني تكييف المعلومات مع البيئة ومع الخطط الذهنية الموجودة عند الطفل. مثلا يرسم الطفل صورة ذهنية عن معنى مثلا السيارة، فيحمل تمثلا عن السيارة، فقد يرى سيارة مختلفة عن التي رآها، ولكن عندما يضع خطط ذهنية حول معنى السيارة يدرك ما هي العناصر الجوهرية فيها، فيستطيع تمثلها على المستوى الديني. وبعد منها يقوم بعملية تكييف هذه المعرفة مع المعلومات الأخرى اللي عنده على المستوى الديني. إذن من المفاهيم الأساسية اللي خصنا نركزوا عليها عن جون بياجي هي اللي مفهوم الخططات الذهنية ومفهوم التركيب أو البنية الذهنية. فالخططات الذهنية هي نمط منظم من الأفكار والسلوكيات يصوغها الفرد في تفاعل مع البيئة من خلال بناء تصور دياله حول العالم. وتحاول الطفل أنه يكيف الخبرة اللي عنده سابقة قبل ما يدخل المدرسة مع المعلومات اللي غير قاها في المدرسة. وتشي علاش المقاربة بالكفايات تتركز على أنه المتعلم رمشي وعاء فارغ، إنما لديه كثير من التمثلات وكثير من الأفكار التي جاء بها من العالم الخارجي أو من المحيط الذي عاش فيه. وكذلك النظرية المعرفية أو النظرية البنائية عن جون بياجي تنتقل من ما هو حسي تجريبي إلى ما هو عقلي مجرد. إذن في التعلم ديما عندنا التدرج هذا. إذن حاصل القول أن الوظائف العقلية هي العمليات التي يقوم بها الفرد في تفاعله مع البيئة، وهي تعمل على تشكيل معرفة في بنيات معرفية. ولتوضيح العمليات العقلية استعمل جون بياجي مفهوم المخطط أو ما يسمى لوشيما كدليل على معنى البنية العقلية. ودابا غنمشيو لنظرية أخرى في نفس السياق ديال النظرية البنائية، وهي النظرية السوسيو بنائية. واللي طور هذه النظرية هذه هو عالم روسي وغيره اللي هو فيغوفسكي. تتشوف النظرية السوسيو بنائية أن المعارف تبنى اجتماعيا وبشكل تفاعلي بين الفرد والآخرين داخل المحيط الاجتماعي. إذن هي بالتالي تتركز على السياقات الاجتماعية وليس فقط المثيرات ذات البعد البيولوجي والوراثي والعقلي. بهذا المعنى فإن النظرية البنائية تتأكد الفعالية ديال الذات في عملية التعلم من خلال التفاعل ديالها مع المحيط الاجتماعي. وانا تنذكر واحد القولة كانت يقولها واحد أستاذ ديالنا في مركز ديال التكوين على هذه النظرية بالضبط، وهي أنه يقول أن المعارف التي لا يساهم التلاميذ في بنائها تنمي لديهم حس الغباء. بمعنى آخر أن التعلم في النظرية هذه كد على دور المتعلم وعلى الفعالية دياله والتأثير دياله في بناء المعرفة وبناء التعلم. إذن من العناصر الأساسية في هذه النظرية هذه أن المعرفة
تبنى داخل السياق الاجتماعي والثقافي وليس فقط في داخل البعد العقلي الذهني. يعني ذلك التفاعلات التي يقوم بها الفرد مع المحيط دياله ومع البنية الاجتماعية تتعزز كذلك عنده عملية التعلم. إذن يمكننا نلخص النظرية السوسيوبنائية ثلاثة ديال الأبعاد أساسية. أول بعد هو البعد البنائي، بمعنى أن المتعلم يبني تعلماته ويتعارض مع البعد التلقيني للتعلم والذي يتأسس على الشحن وعلى نقل معارف جاهزة ومطلقة وثابتة. المستوى الثاني اللي هو البعد التفاعلي، أي أن المتعلم ذات فاعلة، وأن موضوع المعرفة فإنه يوجد هناك سياق وهناك مجموعة من الأبعاد الأخرى التي تساهم فيه، يعني عملية تفاعلية وليست فقط عملية تلقي سلبي كما كانت في النظريات التقليدية. ثم عندنا البعد الاجتماعي، لأن تفاعل المتعلم مع السياق ديال الاجتماعي اللي هو المدرسة والمحيط والآخرين كل تساهم في النمو أو في تعزيز هذه المعرفة، ولا يمكن الاعتماد فقط على القدرات الوراثية والعقلية، لأن بالنسبة لفيغوتسكي أنه الذكاء ماشي شيء فطري، إنما شيء يكتسب من خلال التنشئة الاجتماعية ومن خلال البنيات والمؤسسات اللي تنشئ فيها الفرد، لا سوى الأسرة لا المدرسة لا المحيط الخارجي اللي تعيش فيه. إذا كان جون بياجي تعطي الأولوية للمجال العقلي والمجال الذهني في عملية التعلم، فإن فيغوتسكي يرى بأن المجتمع والبنيات الاجتماعية تساهم بدور كبير في نمو وتطور المعرفة الذهنية عند الطفل وعند المراهق. وعندنا كذلك النظرية المعرفية اللي طورها كثير من المفكرين وكانت هي المركز الأساسي للبيداغوجيا الكفايات بحال جاك تارفيد وروبر غانبي ودايفيد بول أوزبول. إذن النظرية المعرفية تقول بأن الأنشطة العقلية الباطنية للفرد هي التي تقوم بعملية التعليم بحال الانتباه والفهم والمعالجة المعلومات والتخزين ديالها في الذاكرة وتمثلها والقدرة على الاسترجاع ديالها واستخدام ديالها من خلال توظيف الذكاء واللغة والبنيات الذهنية عند المتعلم. إذن إذا كانت السلوكية تتشوف بأن التعلم هو تعديل السلوك من خلال الخبرة والاستجابة دياله للمحيط الخارجي، فإن النظرية المعرفية قدمت دلالة جديدة لمفهوم التعلم بحيث أصبح يفيد تعديل المعرفة من خلال الخبرة، وهذا الشيء علاش دخلت الفكرة ديال الوضعية المشكلة والفكرة ديال الكفايات، بمعنى أن المتعلم يتلقى سيرورة معرفية داخلية فيها مجموعة من العمليات الذهنية، فيها مجموعة من المؤهلات، مجموعة من العمليات الدينامية متداخلة فيها ما هو وجداني ما هو معرفي وما هو نفسي. إذن فمفهوم التعلم وخصائصه سوف تتغير مع النظرية المعرفية بحيث سيصبح التعلم فعل دينامي مستمر ومتبادل بين الفرد والمحيط دياله، أن التعلم هو تعديل للمعرفة بدل السلوك بفعل السيرورة الداخلية التي تحدث في الذهن المتعلم. يرتكز التعلم هنا على الفعالية المتعلم، أي القدرة دياله على التوظيف العقل في اكتساب المعرفة، يعني المتعلم تيولي هو فاعل من خلال المتمثلات دياله من خلال التصورات دياله من خلال الأفكار دياله اللي عنده حول التعلم. ويقتضي كذلك التعلم هنا أنه نشاط ذهني يحتاج إلى مجموعة من العمليات العقلية بحال الإدراك بحال الفهم بحال الاستنباط. والنتيجة اللي غنوصلوا لها هنا أن اكتساب المتعلمين المعرفة لم يعد تلقي سلبي، إنما أصبح من خلال سيرورة فعل متبادل بين المتعلم والمعرفة والأستاذ. التعلم في النظرية المعرفية تتم من خلال ثلاثة ديال المستويات أو ثلاثة ديال السيرورة. المستوى الأول هو استقبال المعلومات ما يسمى المدخلات، وتعني العمليات استقبال طبعا المنبهات الحسية الخارجية. المستوى الثاني وهو معالجة المعلومات، هي عملية الترميز، أي تحويل المدخلات الحسية في شكلها الطبيعي إلى تمثلات وأفكار ومعارف واسترجاعها في الذاكرة على المستوى البعيد، وهنا تتحقق عملية التعلم. وعندنا المستوى الثالث هو اللي مهم، هو سيرورات المعالج وتتجسد في اختيار وتتجلى في اتخاذ قرار في سلوك معين. وهذه الفكرة أنه من تنتقل الإنسان من المعرفة إلى الممارسة من خلال واحد النتيجة لي سلوك معين أو فعل معين. وفي الأخير يمكننا نضيف واحد نظرية مهمة وهي تطور النظرية المعرفية أو ما يسمى الميتاكوجنيشن أو الميتا معرفة. الميتا معرفة تقوم على مبدأ أساسي هو أن المتعلم يصبح قادرا على مراجعة تعلماته ويقوم بعملية تقويم بشكل ذاتي. وهذه الفكرة هذه تطورت بزاف في التدريس خصوصا في السنوات الأخيرة في 20 سنة الأخيرة، ولعل فكرة التعلم الذاتي طورت من هذه النظرية بحيث أن المتعلم يمكن له المراقب ويفسر القرارات التي يتخذها، كما أنه ينمي قدرته على فحص كل ما أنجزه ومن ثم تقويمه ونقده، كذلك يمكنه من جمع المعلومات وحل المشكلات التي يواجهها، إضافة إلى أن هذه الطريقة هذه تزيد في الإبداع وتشجع المتعلم يكون فاعل في عملية التعلم مش فقط مجرد متلقي سلبي. إذن إجمالا يمكننا نقول أن الهدف من علم النفس المعرفي
هو تطوير الكفايات ديال المتعلم اثناء اشتغاله الذهني تنميتها، وكذلك تطوير استراتيجيات المعرفيه والمطاف المعرفيه التي سيتعلمها من خلال اكتسابه لمجموعه من المهارات ومجموعه من المعارف. اذا دور المدرسه في علم النفس المعرفي وتنمية الاستراتيجيات المعرفية عند المتعلمين، وكذلك تنويع الاستراتيجيات وتكثيرها، وهذا هو اللي غنتكلموا عليه من بعد في ما يسمى بيداغوجيات الفعالة اللي درنا عليها في كثير من الأحيان. كذلك تمكين المتعلمين من تفعيل آليات الميتا معرفة وتطويرها، وهذا المفهوم الميتا معرفة راه يقدر يتحط بزاف في الامتحان لأنه مهم، فخصكم تنتبهوا له، قلبوا في الانترنت لعلكم تلقاو بعض المقالات اللي تتكلم على فكرة الميتا معرفة وكيف تطورت في التعليم خصوصا في القرن 21. تنهضروا على ما يسمى تقنية التعلم الجديدة. اذا الى هنا غنكون ساليت هذا الفيديو، هذا طويل شوية، نعتذر لانه طويل، ولكن حاولت نوظف